في خبر عن فليك طبعا المدير الفني السابق لمنتخب المانيا وبايرن ميونخ بيتعلم الاسباني. بيتعلم الاسبانيه ليه؟ علشان برشلونه. خبر كان الحقيقه مهم جدا في ظل تراجع مستوى برشلونه الاخير طبعا مع تشافي. بعض التقارير يعني بيشير لاقتراب فليك المدير الفني هنري فليك من تدريب البارسا. صحيفة بيلد الألمانية قالت إن هانز فليك مدرب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق يعني بيبحث عن خوض تحديات جديدة في مجال التدريب خلال الصيف اللي جاي. وكشفت إن فليك بدأ فعلا دروس تعلم اللغة الأسبانية عشان يكون مناسب ويكون جاهز لقيادة العملاق الكتالوني في الموسم الجديد. أشارت جريدة بيلد برضو إن خوان لابورتا رئيس برشلونة سبق وأعلن أثناء حملته الانتخابية أنه بيحب جدا جدا المدرسة الألمانية في التدريب. كانت برضو جريدة بيلد الألمانية الأسبوع اللي فات قالت أن ديكو المدير الرياضي للبارسا فعلا تواصل مع فليك لإبلاغه بأنه من ضمن المرشحين لخلافة تشافي. هقف عند النقطة دي أن مدرب كبير زي المنتخب مدير المنتخب المدير الفني المنتخب الالماني السابق والمدير الفني لبايرن ميونخ عمل ايه عشان هيمسك البارسا؟ بيتعلم اسباني، وده نقطه مهمه جدا لما الناس بتتكلم هو لعبتنا بتروح بره ليه وبترجع بسرعه ليه. اللغه يا جماعه مهمه جدا، اللغه مهمه جدا. الراجل سهل جدا يجيب معاه واحد مترجم، يعني واحد يترجم له من الالماني للاسباني ويبدا يكلم اللعيبه. الناس ما بتعملش كده بره خالص، كل الناس. يورجن كلوب راجل ألماني اتعلم انجليش وبيتكلم زي الفل عشان يكون لغة التواصل مع اللاعبين، لغة التواصل مع الإعلام، لغة التواصل مع الجماهير لغة واضحة وصريحة. زي ما بقول لحضرتك دي نقطة مهمة جدا جدا. مدرب كبير زي فليك بيتعلم بيخش ما بيتكسفش، اتعلم وياخد كورس أسباني علشان ممكن جدا يروح أسبانيا عشان لما يروح هناك يعرف يتكلم مع اللعيبة، يعرف يتكلم مع رئيس النادي، يعرف يتكلم مع الجماهير، مع السوشيال ميديا، مع 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 ما يكونش واحد مترجم موجود معاه وتبقى الأمور مش سليمة. وزي ما بقول لحضراتكم يعني الاحتراف مش بس موهبة لكن استعداد على جميع المستويات. طيب